القصه. معايا في هذه اللحظات عمرو السوليه احد نجوم النادي الاهلي. عمرو طبعا ببارك لك فوز النهارده مهم جدا وكبير على فريق مصر المقاصه. مباراه كانت يمكن صعبه شويه مع بداياتها في الشوط الاول، لكن النادي الاهلي قدر انه يتدارك الموقف في الشوط الثاني وحققت فوز ده. الحمد لله. طبعا يعني مباراه صعبه، فرقه المقاصه فرقه كويسه وقدامنا احنا بالذات يعني بيعملوا ماتشات كويسه، بيبقى ماتش ليه طعم خاص. الحمد لله يعني الشوط الاولاني الاداء كان قليل شويه، الشوط الثاني ربنا يعني ربنا كرمنا قدرنا نجيب جون بدري وقدرنا نحقق الثلاثه بونت الحمد لله، ده اهم حاجه. انتوا كلاعيبه يا عمرو خلال الفتره اللي فاتت عندكم ضغط مباريات متوالي، مباريات كمان صعبه وكبيره ومن ضمنها بطوله السوبر، زمالك مصري، بعض مباريات الدوري، هل بتعانوا من اجهاد؟ ولكن احنا في نفس الوقت كمان بنشوف لاعبين النادي الاهلي بيادوا بشكل بدني جيد جدا. لا الحمد لله، يعني انت طبعا تعرف الماتشات كلها ورا بعض وكل ثلاث ايام او كل اربع ايام ماتش، اللعيبه يعني الجهاز الفني بيحاول يريح اللعيبه على قد ما يقدر. بعد كل ماتش بنعمل ريكفري كويس، اي لعيب بعيد وبيلعب بيأدي بنفس الصوره، والحمد لله يعني اللعيبه كلها بتعمل اللي عليها والحمد لله ربنا بيكرمنا. رؤيتكم للمرحله اللي فاتت وايضا للمرحله المقبله ومباريات لسه صعبه، لسه بطوله الدوري ما اتحسمتش، فرق بقى اربع نقاط مع فريق الاسماعيلي، عندنا فرصه ان احنا نوصل يبقى فرق سبع نقاط لو فزنا على المقاولين في المباراه المؤجله. رؤيتكم للمرحله دي بشكل عام مجملا شايفينها؟ لا طبعا يعني الحمد لله يعني بناخد كل ماتش بماتشه، يعني بكل ثلاثه بونت الاول بتعلينا بتخلينا في الصداره، ان شاء الله مركزين في الماتش اللي جاي نقدر ناخد ثلاثه بونت وان شاء الله يعني خطوه خطوه نحقق بطوله الدوري. توفيق يا عمرو. شكرا. ده طبعا كان لقائنا.